ما نجمش نعمل حرية رد. لا، الشيء اللي باش نقوله هو انه غلط سامي 100%، لانه كي يتكلم هكا يولي ما عادش مدرب. علاش يولي ما عادش مدرب؟ لازم يبدل خدمته. والشيء هذا كنت نقوله انا للسيد روجي لومير وقت اللي كنت معه، اذا كان ما تقطت اللي هو شراه وش سمع معناها من الانتقادات اللي سمعتهم انا عم نقول انا فايز بالبطوله والكاس والاول معناها في مجموعتي في نفس القناه في نفس البلاتوات نتاع الجزيره بنفس الناس اللي كانوا موجودين. هو تقريبا ما سمع حد شيء وما قالوا حد شيء فيه هو قدام الشيء اللي قالوه لي انا نفس الاشخاص. معناها هذه مؤامره وهذه حكايات معناها حكايات فارغه يحكي فيهم، لانه انا نفس الشيء. شوف انت لما تكون مدرب وتكون معناها راجل تعرفك الناس وتكون موجود معناها في الاعلام وتكون موجود في التلفزيون وتكون موجود معناها خاصه انك تدرب في فريق كبير ولا تدرب منتخب، اذا كان متحب ما تقبلش معناها ان الناس تتكلم عليك تغير معناها من المهنه نتاعك تمشي تبحث على مهنه اخرى. اذا كان كل واحد باش يتكلم خليه يتكلم، انت شغلك هو اللي يتكلم عليك، انت معناها نتائجك هي اللي يتكلمك عليك. كيما انا معناها فما برشا ناس كانت تنتقدني كما قلت في نفس البلاتو ونفس الاشخاص اللي كان موجوده، كيفاش تغلبت عليهم؟ تغلبت عليهم بالنتائج. النتائج هي اللي تخليك انت على حق وصواب او هم على حق او صواب. طريقه لعب فريقك تعاملك مع المباريات هي اللي تخليك معناها ترد على المشككين اللي كانوا موجودين. وما تنجمش معناها تعجب كل الناس. طريقة اللعب متاعك طريقة اختياراتك ما تنجمش تعجب كل الناس. فإذا معناها أنت فايز ما تنجمش تعجب كل الناس، فما بالك أنت خارج من الدور الأول من بطولة أفريقيا. هذا شيء معناها عادي جدا أنه باش يكونوا معناها فما برشا ناس وأغلبية الناس تكون ضدك وضد اختياراتك، لأنك أنت تدرب في منتخب تونسي كرة قدم. والشيء اللي معناها تعرض له سامي طرابلسي حاليا تعرضنا له راهو احنا سنة 2004 وكنا فايزين بكأس افريقيا لكرة القدم وناس شكت في اختياراتنا. نفس الشيء علاش اللاعب هذا مش اللاعب هذا. نفس الشيء لما المنتخب التونسي انا ما كنتش موجود معهم سنة 2006 يعني. ونفس الشيء ايضا وقع التعليق على هذه الاختيارات. نفس الشيء سنة 2008 وقت اللي خرجنا من كأس افريقيا دائما موجودة ناس باش تنتقد، دائما موجودة ناس معناها تعمل اشياء هذوما. اذا كان هو يدخل يولي يكلم على كيف معناها يولي مستواه هبط الى حد معناها ما نجموش.